بالتعليق على موضوع ينضم الينا عبر الهاتف من غزه الصحفي الفلسطيني الاستاذ احمد قضيح. اهلا بكم استاذ احمد الى هذه الجوله الاخباريه، ما اخر المستجدات والتطورات في غزه حتى الساعه؟ نعم، اهلا بك وبالساده المشاهدين الكرام. أهلاً. حتى اللحظه هناك حاله من الهدوء الميداني تشهد المناطق في قطاع غزه. حتى اللحظه لم نبلغ عن اي اطلاق صواريخ باتجاه الاراضي الفلسطينيه او باتجاه المستوطنات في غلاف غزه، وسط اعلان غير معلن عن سريان هدنه. حتى اللحظه لم يتم تاكيدها من مصادر فلسطينيه او من مصادر الاحتلال. على اي حال، اخر صاروخ قصفت في غزه كان قبل نحو 7 ساعات من الان في ساعات صباح اليوم، واخر رشقه صواريخ كانت في ساعات الفجر هذا اليوم بعد ليلة من إطلاق الصواريخ. راح بذلك أو تم تدمير بذلك بتلك الصواريخ مكتب رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية وشركة المتزن للتأمين، وهي شركة اقتصادية، وعمارتين سكنيتين، وكذلك أراضي زراعية. في تشمين المقاومة الفلسطينية قامت بإطلاق ما يقارب 50 صاروخا باتجاه أراضي المحتلة. اعترف الاحتلال بإصابة عدد من المستوطنين بالهلع وكذلك بجراح في مستوطن في الزرات. عطلت الدراسة لكل مستوطنات الاحتلال. على حال، الكل ينتظر نتائج اجتماع الكابينة الإسرائيلي برئاسة نتنياهو التي هي الآن ما زالت متواصلة في تل أبيب. نعم، هناك أنباء عن تحشيد الاحتلال لبعض قطاعاته على حدود غلاف غزة، هل تعتقد أن هناك قرار بالاجتياح مطروح من قبل قيادة الكيان؟ بالتأكيد، هذه المعلومات حقيقة أن هناك حشد كبير لدبابات الاحتلال، ولكن حسب القنوات الإسرائيلية أو قالت القنوات أن بهذه الدبابات وصلت تعلينا القصة، ورأينا فيديوهات لهذه الدبابات، ولكن حسب متابعين بالجانب الإسرائيلي قالوا بأن الجيش نشر الدبابات ليس لهذا التصعيد أو لا دخل لهذه الدبابات لهذا التصعيد الجاري، ولكن تحسبا لأي طارئ في مسيرات مليونية العودة يوم السبت القادم. حتى أن لو كان هناك أي تدخل من الفلسطينيين واشتباك أو تسلل للحدود أن يكون هناك تصدي. ما هي أستاذ أحمد ردود الفعل الفصائل المقاومة في غزة؟ حتى لاحظ تنديدات بكل ممارسات الاحتلال العدوانية في غزة، وغرفة العمليات المشتركة أيضا قالت أنها ترد على هذا الخصف الإسرائيلي، وردت فعليا وهي فصائل المقاومة الفلسطينية، في حين تم أخذ عدد من مواقف حماس والجهاد الإسلامي وبعض الفصائل الفلسطينية التي نددت بهذا العدوان المستمر واعتبرت ضمن الدعاية الانتخابية لرئيس الحكومة الإسرائيلية وللأحزاب الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. من غزة الصحفي الفلسطيني أحمد قضيح، كنا معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.